عنوان القصيدة: الفلسطينيون. هل الدم حقيقة؟ هل أنتم حقيقيون حينما تبتسمون في عمق الهاوية أيها الفلسطينيون؟ هذا مجرى الزمن، الموت والولادة، وأنتم ترافقونه طيلة تاريخكم مثقلين بكنوز القتل وبعض كلمات لها شفرات: غفوة طويلة في الدم، في الدموع المتصخرة، وفي زيت الزيتون الموضوع على طاولة خشبية منذ عهد العين المغلقة والشمس. تخوضون بأحلامكم صراع المفاتيح المتشابكة، صراع الوجود، رغم صوت اللامبالاة والخداع المغطي للإشارات والطقوس. ها هي السنوات تمر وتمر برائحة فم كريهة، وها هي مساكنكم تنزلق في رصيد المحو، وكل لون برتقالي يظهر من النافذة تطلق عليه النار بلا رحمة. في حياتكم إصرار مدهش على الانتصار حين يتعلق الأمر بما يقوله التاريخ عن الألم وتوحش الإنسان. على رؤوسكم يتساقط الغبار المتوالد من خيانة الدم، ومع ذلك لم يفقد صوتكم لمعانه وقدرته على الاحتفاظ بضوء القمر. مهما قاسيتم وصهرت عظامكم، فإن قبضات أيديكم لا تنزلق منها أصابع الأمل وضحكات الأساطير. النازحون، المشردون، المسجونون، المعذبون، الشهداء المشتعلون أيضا في ممرات الحرية القوية، هذه صوركم على الحائط. تنظرون في عيون الصهاينة نظرة تحد وثبات، مؤكدين أن لا مجال أبدا لتسليمهم مفاتيح الحلم أو ريشة عصفور القدس. في النضال اللامتناهي بلا توقف ترون عطش السماء بدماء القرابين، وتغنون للفجر المطارد من آلهة الخراب، للفجر القوي جدا. خطاكم هي خطانا، وخبزكم هو خبزنا، فلا القضبان ولا التدليس الممنهج ولا حتى الظلمة المتوقفة يمكنها أن ترى في أعيننا غير كلمة فلسطين كالحريق الهائل. وشكراً.